السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم. إن شاء الله تكونون كلكم خير وصحة وسلامة. اليوم راح نتعرف على مواعيد استخدام السماد الباودر المساحيق، ونتعرف على أهم المعلومات بخصوص استخدام السماد الباودر. طبعا مواعيد السماد الباودر تعتمد على نوع النباتات اللي نزرعها والظروف المحيطة بالمنطقة اللي نزرع بيها. عموما ممكن أنه تستخدمون السماد الباودر بعدة مراحل خلال دورة حياة النباتات. اليوم راح نقدم لكم أهم المراحل الزراعية اللي ممكن أنه تستخدموها تكون مناسبة لاستخدام السماد الباودر. أول مرحلة هي قبل الزراعة أو زراعة جديدة، ممكن أنه تخلطون السماد الباودر مع التربة قبل لا زرعون النباتات الجديدة، وهذا الشيء راح يساعد على توفير التغذية الأولية للنباتات الصغيرة بمجرد زراعتها إن شاء الله. المرحلة الثانية لاستخدام السماد الباودر هو لتجديد التربة، غرض تجديد التربة، ويستخدم بعض الأحيان بعض الحالات نحتاج أنه نجدد التربة، نحتاج أنه نحسن التغذية اللي موجودة داخل التربة بعد فترة من الزراعة، فممكن أنه نطبق السماد بودر على سطح التربة وبعدين نقلبها برفق حتى ندمجها مع التربة، ندمج السماد مع التربة. المرحلة الثالثة هي أو الغرض الثالث لاستخدام هذا النوع من السماد هو لتغذية النباتات النامية، ممكن أنه نقدم جرعات إضافية من السماد البودر أثناء نمو النباتات بغرض تعزيز نموها وتطورها. الغرض الرابع هو للتغذية الدورية، ممكن أنه نستخدم السماد البودر كجزء من برنامج التغذية الدورية للنباتات، ويتم تطبيقه وفقا لتوجيهات الشركة المصنعة على فترات منتظمة. والغرض أو المرحلة الخامسة والأخيرة هي لتغذية الأوقات الخاصة، تغذية النباتات ممكن نستخدم هذا النوع من السماد بالأوقات اللي يكون بيها هنا غرض أو سبب مثلا احتياجات غذائية خاصة للنبات زادت مثلا خلال مرحلة تكوين الزهور أو مرحلة تكوين الثمار، ممكن نضيف لها كمية معتدلة مناسبة من السماد باودر حتى نعطيها دعم زائد، حتى نساعدها ونوفر لها التغذية اللازمة الإضافية فقط خلال هاي المرحلة. طبعا لما تستخدمون السماد باودر يفضل انه دائما تمزجوه بشكل جيد مع التربة او مع الماء، مثل ما لاحظتوا هنا تقريبا اقل من نص ملعقة شاي تم اضافتها على لتر من الماء وخلطناها، ويفضل التسميد بالصباح الباكر، ويفضل ايضا انه ما نسمد النبات لما يكون جدا عطشان، نتجنب هذا الشيء، وايضا لازم نتبع الارشادات للشركة المصنعة للسماد بدقة خصوص الكمية، الجرعة الاستخدام والتردد من ناحية كم مرة يحتاج نستخدمه. اذا عجبكم محتوى القناة اشتركوا وفعلوا الجرس، اراكم ان شاء الله في فيديو لاحق. مع السلامة.